بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، طلبة الفرقة الرابعة، المجموعة الأولى والثالثة، إن شاء الله معاكم في مادة الاقتصاد التطبيقي. دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد في كلية التجارة جامعة عين شمس. وإن شاء الله المحاضرة هتبقى متاحة على الصفحة دي في فيسبوك، اللي هي دكتور عيد الكيلاني فريندس، وده الميل بتاعي. وإن شاء الله معاكم في مادة الاقتصاد التطبيقي. هنبتدي طبعا معانا من المحاضرة، نسجل من المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة في المدرج، ولكن شرحتها في مجموعة واحد، ولكن هبتدي منها لأن ما شرحتهاش في مجموعة ثلاثة. كنت اتكلمت إن الجزء بتاعي بيتكلم في الاقتصاد المصري بيعاني من مجموعة من المشكلات. قلنا إن هم 10 مشكلات أو اختلالات هيكلية، اتكلمنا منهم عن 5 في المدرج مع بعض. وإن شاء الله هنكمل من دلوقتي. المحاضرة الرابعة هتبتدي من المشكلة السادسة أو سادسا، وجود عجز هيكلي في الموازنة العامة للدولة. المشكلة السادسة اللي أنا هتكلم عليها في المحاضرة الرابعة النهاردة، اللي هي وجود عجز هيكلي في الموازنة العامة للدولة. طيب تعالوا نشوف فيه إيه عجز الموازنة ده. عبارة عن إيه عجز الموازنة ده؟ عبارة عن زي ما هو مكتوب كده في السلايد، الفرق بين النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة، أو الزيادة في النفقات العامة عن الإيرادات العامة للدولة. يبقى عجز الموازنة ده هو إيه؟ زيادة في النفقات عن الإيرادات العامة، أو تقدر تقول هو عدم كفاية الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة للدولة. طيب بنقول هنا إيه؟ إن العجز اللي في مصر، عجز الموازنة العامة اللي في مصر، هو عجز هيكلي. يعني تحط خط كده تحت كلمة هيكلي. يعني إيه عجز هيكلي؟ يعني عجز دائم، يعني الموازنة في كل السنوات فيها عجز، مش مرة فيها عجز ومرة فيها فائض. والعجز ده مرتبط ببعض خصائص الدول النامية، إن هي عجز فيها يتسم بإن هو عجز هيكلي. عجز هيكلي دائم مش مرتبط بالدورة الاقتصادية. الدورة الاقتصادية أو البيزنس سايكل معناها إن يبقى في عجز في أوقات الكساد. العجز ده في أوقات الرواج بيتحول لفائض، لكن لما يبقى في عجز دائم فالعجز ده بنسميه عجز هيكلي. طيب هنعرض دلوقتي للموازنة العامة للدولة شكل الموازنة العامة للدولة طبقا للتصنيف الجديد بتاع الموازنة اللي تم العمل به من السنة المالية 2005-2006. هنبص كده على الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة بتتكون من إيه. أول حاجة الموازنة فيها جانب الموارد، والجانب التاني اسمه جانب الاستخدامات. جانب الموارد ده معناه إيه؟ يعني إيه الفلوس بتيجي منين؟ موارد الدولة أو إيراداتها بتيجي منين؟ والاستخدامات بنستخدمها فين أو بنصرف الفلوس فين؟ طيب الموارد دي عبارة عن إيه؟ في جزء منها اسمه الإيرادات العامة. هناك فرق بين الموارد والإيرادات العامة. الإيرادات العامة دول 3 أبواب. الباب الأول في الإيرادات العامة أو في الموارد هو الضرائب، والباب الثاني المنح، والباب الثالث هو الإيرادات الأخرى. يعني أي إيرادات بتدخل خزينة الدولة بتبقى حاجة من الثلاثة دول، يا إما ضرائب، يعني بكافة أنواع بقى الضرائب بقى المباشرة وغير المباشرة، القيمة المضافة وغيرها، والمنح اللي هي الفلوس اللي بتدخل خزينة الدولة دون مقابل ليها، سواء كانت من منح خارجية من دول خارجية مثلا زي المعونة الأمريكية مثلا، دي منحة، أو من جهات إيه داخلية. والباب الثالث بيدخل فيه بند الإيرادات الأخرى، والإيرادات الأخرى دي بيدخل فيها زي إيرادات قناة السويس، أو فوائد الهيئات الاقتصادية أو المشروعات بتاع الدولة اللي هي بتكسب منها، لو فيها حققت ربح بيتحط في بند الإيرادات الأخرى، المشروعات اللي هي تابعة للدولة. يبقى ال3 أبواب دول اسمهم الإيرادات العامة، اللي هو الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى. نيجي بقى على النفقات العامة. النفقات العامة الباب الأول فيها اللي قلنا أول باب في النفقات العامة الأجور وتعويضات العاملين. الباب ده بيتحط فيه جميع المبالغ اللي بتدفع لموظفي الدولة العاملين في الإيه؟ في الحكومة. والباب الثاني هو شراء السلع والخدمات،
الحكومة لما بتشتري سلع أو خدمة، مثلا لما بتشتري مكاتب بتشتري حاجة للموظفين، فبيتحط في الباب التاني. الباب التالت الفوائد، ويقصد هنا بها فوائد الدين العام اللي هو الدين العام الداخلي والخارجي، المبالغ اللي الحكومة اقترضتها لما بتدفع عليها فوائد، فالفوائد دي تعتبر مصروف بيتحط في الباب التالت في الموازنة العامة للدولة. والباب الرابع اللي هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زي دعم الخبز ودعم الطاقة والدعم بكافة أشكاله. الباب الخامس المصروفات الأخرى، وهي المصروفات اللي هي لم ملهاش تصنيف في الأبواب السابقة، يعني لا هي أجور ولا هي فوائد ولا هي شراء سلع ولا دعم ولا غيره. الباب السادس بمعنى هنا بعنوان شراء الأصول غير المالية اللي هي بين قوسين استثمارات. يعني إيه أصول غير مالية؟ معنى كده إن فيه أصول مالية. الأصول المالية الأصول تنقسم نوعين، مالية وأصول غير مالية أو حقيقية. الأصول المالية اللي هي زي الأسهم والسندات وأذون الخزانة، يعني أوراق مالية يعني أصول مالية. الأصول غير المالية اللي هي أو الأصول الحقيقية زي المباني، العقارات، الآلات، دي بنسميها أصول حقيقية أو غير مالية. فالباب السادس ده بيتناول الاستثمارات اللي الحكومة بتمولها من الموازنة العامة للدولة. كده يبقى عندي 3 أبواب بتوع اسمهم إيرادات عامة، و6 أبواب اسمهم النفقات العامة. الفرق بينهم اسمه العجز النقدي. يبقى العجز النقدي ده هيبقى عبارة عن إيه؟ أول مصطلح في العجز عندنا اسمه العجز النقدي، عبارة عن الإيرادات العامة اللي هم ال3 أبواب الأولى في الموارد، مطروحا منه النفقات العامة اللي هم أول 6 أبواب في الاستخدامات اللي قدامنا دول، زي ما إيه السهم واضح كده. ده العجز مين؟ النقدي. طيب لو نزلنا بالباب الرابع في الموارد بعنوان اسمه المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، قصاده الباب السابع من الاستخدامات اسمه حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. يعني ايه الكلام دوت؟ طيب تعال نشوف البابين دول عشان دول لهم علاقة ببعض. الباب الرابع في الإيرادات اسمه متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، معناه ده فلوس جاية للدولة من إيه؟ من إقراض. يعني الحكومة كانت أقرضت قروض لبعض الجهات وبعدين جت حصلت هذه القروض، هذه المتحصلات تعتبر متحصلات من إقراض كان سبق إقراضها، أو مبيعات أصول مالية. أصول مالية زي ما قلنا اللي هي أسهم سندات أذون خزانة، كانت الحكومة باعتها، لما تبيع الحكومة أسهم فبتحصل على إيراد. يبقى الفصل الباب الرابع ده بيتحط فيه المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية. قصاده بقى الباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. الباب ده يعني إيه حيازة الأصول؟ حيازة أصل يعني أشتريه، أحوزه يعني أمتلك، وبالتالي أنا هدفع. فيعتبر الباب السابع ده المصروفات اللي هي بدفعها عشان أحوز أو أشتري الأصول المالية، سواء كانت محلية يعني من داخل مصر أوراق مالية محلية، أو أجنبية أذون خزانة مثلا أمريكية. يبقى الباب ده إيراد اللي هو الرابع، والباب السابع ده مصروف. الفرق بينهم اسمه صافي الحيازة. وصافي الحيازة دوت يا إما هيبقى مصروف يا إما هيبقى إيراد. هيبقى مصروف امتى؟ لو كان الباب السابع اللي هو حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية أكبر من الباب الرابع في الموارد اللي هو المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، في الحالة دي صافي الحيازة هيبقى إيراد، هيبقى سوري مصروف، وبالتالي هيزود العجز النقدي. لما نحط بقى صافي الحيازة، لما نحط صافي الحيازة على العجز النقدي هيدينا العجز الكلي. بس خليني انزل هنا، نزلت انا الباب الخامس اهو في الموارد اللي هو الاقتراض، قصاده الباب الثامن اللي هو سداد القروض. طبعا لما الحكومة ما تكفيش الموارد دي كلها لغاية الباب الرابع، فبالتالي بتقترض هنا عشان تمول ايه؟ تمول الباب كل ابواب النفقات لغاية الباب السابع. والباب الثامن ايضا سداد القروض. الفرق بين الاثنين دول اللي هو الاقتراض وسداد القروض اسمه العجز الكلي. طب العجز الكلي ده وصلنا له ازاي؟ نوصل له بطريقة تانية اللي هو العجز النقدي
مضافا اليه او مطروحه منه صافي الحيازه هيديني العجز الايه؟ الكلي. وده انا قلنا لو صافي الحيازه كان مصروف فده مصروف وفوق فيه عجز فهيبقى هيزود العجز، فالعجز الكلي هيبقى اكبر من العجز النادي اذا كان صافي الحيازه ده مصروف. ولو كان ايراد، يعني ايراد معناه ان المتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول الماليه اكبر من حيازه الاصول الماليه المحليه والاجنبيه، هيبقى ايراد فهيقلل العجز النقدي، فبالتالي العجز الكلي هيكون اقل من العجز النقدي. يبقى لغايه دلوقتي وصلنا لمفهومين للعجز، المفهوم الاول العجز النقدي، والمفهوم الثاني العجز الايه؟ العجز الكلي. لو شلت من العجز الكلي الفوائد هيديني مفهوم ثالث للعجز، هو العجز الاولي. العجز الاولي هو العجز الكلي مطروحه منه فوائد الدين، اللي هي هنا الباب الثالث. يبقى لو شلنا الباب الثالث بقى من العجز الكلي هيديني العجز الاولي. طب ليه ايه لازمه العجز الاولي ده، او المبرر من استخدام المصطلح ده؟ المبرر ده معناه ايه؟ انت بتستبعد فوائد الديون ليه؟ لان فوائد الديون دي تخص مصروفات عن سنوات سابقه. يعني الحكومه النهارده بتقول احنا حققنا فائض اولي، ممكن يكون فائض اولي او عجز اولي. فائض اولي يعني الايرادات العامه، الابواب الثلاثه دول الاولى من الموارد كانت اكبر من الابواب السته اللي هم النفقات العامه، يعني كان عندنا فائض في الموازنه بس الفائض ده اولي، نخصم منه فوائد الدين يتحول لعجز اولي. يبقى الحكومة لما بتقول أنا حققت فائض أولي عايزة تقول إن أنا السنة دي إيراداتي العامة غطت نفقاتي وحققت فائض كمان، ولكن العجز اللي في الموازنة مازال مستمر ليه؟ نتيجة فوائد الديون اللي هي بتخص فترات سابقة. طيب صافي الاقتراض خالص بقى، لو فيه حصيلة للخصخصة الحكومة بتخصم صافي حصيلة الخصخصة من العجز الكلي، بيديني صافي الاقتراض اللي هي المبلغ اللي الحكومة المفروض تقترضه. طيب دي شكل الموازنة العامة للدولة، وقلنا الثلاث مفاهيم الأساسية للعجز، العجز النقدي والعجز الكلي والعجز. هدخل بعد كده على طبعا السلايد اللي بعد كده فيها مفاهيم العجز. أنا يعني قلتهم العجز النقدي، الفرق بين الإيرادات العامة اللي هي أبواب الثلاثة الأولى في الموارد، والنفقات العامة الأبواب الستة الأولى في الاستخدامات، والمصطلح الثاني هو العجز الكلي، وزي ما قلنا عبارة عن إيه؟ العجز النقدي مضافا إليه أو مطروحا منه صافي الإيه؟ الحيازة. والمصطلح الثالث للعجز هو العجز الأولي، وده عبارة عن العجز الكلي مطروح منه فوائد الدين زي ما قلنا، الباب الثالث الاستخدامات. أجي بعد كده لو أنا شفت العجز في مصر في الفترة من سنة 75 ل 2015، أنا واخد حوالي 42 سنة في مصر عشان أوريك العجز من بعد حرب أكتوبر لغاية النهاردة، مصر كان فيها عجز ولا كان فيها فائض. قسمت الفترة دي لكذا تقسيمة، من سنة 75 ل 80 دي فترة الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات، والفترة اللي بعديها العقد الثمانينات اللي هو من سنة 81 ل 90، والعقد اللي بعد كده من 91 لسنة 2000 ده بيسموه عقد الإصلاح الاقتصادي، والعقد الأول من القرن 21 اللي هي الفترة من 2001 ل 2010، والخمس سنين اللي بعد ثورة يناير اللي هم من 2011 ل 2015. لو بصينا كده في الفترة دي عجز الموازنة كان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينسب للناتج المحلي الإجمالي، كانت نسبته 22.5%، ودي نسبة طبعا كبيرة جدا، يعني 22% من دخل البلد أو الناتج المحلي الإجمالي هو في صورة عجز في الموازنة العامة للدولة. النسبة دي كانت في الفترة العقد الثمانينات كانت قلت ل 18.8%، برضه ما زالت كبيرة جدا. في فترة الإصلاح الاقتصادي أو فترة 91 من 91 ل 2000 كانت الفترة دي العجز قل فيها ل 3.6%، وده بسبب الإصلاح الاقتصادي اللي مصر طبقته في التسعينات، طبقت برنامج مع صندوق النقد الدولي زي المطبق حاليا دلوقتي في مصر، ده اللي أدى إلى
تخفيض العجز اللي 3.6%، لكن العجز زاد تاني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم بعد ثورة يناير زاد ل 11.2%، رجع تاني زاد. يبقى النسبة اللي هي 3.6 دي كانت عقد التسعينات، كان ده أقل عجز حصل في مصر نتيجة للإصلاح الاقتصادي. طيب النسب دي كبيرة ولا قليلة؟ هنقارنها بالنسبة المثلى للعجز. الخط المنقط الأحمر ده بيعبر عن النسبة المثلى للعجز اللي هي 3% من الناتج. يعني المفروض لو العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي فهو دي نسبة معقولة أو آمنة. طب مين اللي قال إن هي آمنة؟ طبعا الاتحاد الأوروبي مشترط هذه النسبة على الدول الأعضاء فيه عشان تنضم لمنطقة اليورو وتستخدم العملة، يعني عشان تبدل عملتها باليورو وتنضم لمنطقة اليورو، فلازم عجز الموازنة عندها ما يزيدش عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الاقتصاديين اعتبروا أن هذه النسبة تعتبر نسبة مثلى لعجز الموازنة العامة للدولة. يبقى إذا الشكل ده كله أنا عايزك تعرف منه إيه؟ كل اللي عايزك تعرفه تقول إن مصر تعاني من عجز هيكلي دائم، تمام؟ وإن العجز ده متخطي النسب الآمنة اللي هي النسبة 3%، ما عدا الفترة بتاعت برنامج الإصلاح الاقتصادي متخطي برضه، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي حاول يقرب هذه النسبة من النسبة الإيه؟ المثلى. ده خلاصة الشريحة اللي هي بتاعت إيه؟ للدولة. لو دخلنا بعد كده طبعا السلايد ديت اللي هو الشرح اللي أنا قلته بتاع السلايد، يعني هدخل بعد كده على لو حطيت الإيرادات العامة والنفقات العامة كنسبة من الناتج. طيب هنزل بالإيرادات العامة أهو، الأحمر ده سوري ده الأحمر ده النفقات العامة، وهنزل الإيرادات العامة أهي اللي هو الأزرق ده برضو منسوبة للناتج المحلي الإجمالي. لو بصينا على الشكل ده هنلاقي النفقات العامة كانت 53% في فترة الانفتاح الاقتصادي، قلت ل 48.5، ثم بعد كده قلت ل 29.8، ثم 29.7، ثم 30.7. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا لو حطينا الخط الأحمر ده عند نسبة 30% معناها إيه؟ إن النفقات العامة في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كانت بتدور حوالين 30% خلال الفترة من 91 لغاية 2015، يعني حوالي في 25 سنة الأخيرة اللي هي من 91 لغاية 2015، في 25 سنة النفقات العامة دي كانت بتدور في فلك 30% من الناتج، زادت بس في فترة بعد الثورة اللي حوالي 1% مقارنة بالسنة اللي قبلها هنا، يعني كانت 29.7 بقت 30.7 بعد ثورة يناير. إذا النفقات العامة في مصر كنسبة من الناتج تعتبر شبه مستقرة وتدور حول 30%. إيه طيب الإيرادات بقى، الإيرادات العامة كنسبة من الناتج كانت 31.1 في فترة الإصلاح الانفتاح الاقتصادي، قلت ل 30.7 في فترة عقد الثمانينات، ثم قلت ل 26.1، ثم 22.4، ثم 19 بعد ثورة 19.4، وحاليا 18% من الناتج المحلي الإجمالي. يبقى إذا ماذا نلاحظ هنا على الإيرادات العامة؟ إن هي في تناقص مستمر. ده معناه إيه؟ الشكل ده خلاصة الكلام عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن عجز الموازنة العامة للدولة في مصر يرجع إلى انخفاض الإيرادات العامة وليس إلى زيادة النفقات العامة. يعني دايماً أي حد يقول لك إيه عجز في الموازنة؟ هو زيادة في النفقات وانخفاض في الإيرادات. لا، أنا شايف الأرقام دي بتقول، الرسم بيقول إن هو انخفاض فين؟ في الإيرادات بدرجة أكبر، يعني عجز الموازنة في مصر يعتبر بالدرجة الأساسية هو إن الحكومة غير قادرة على تحصيل إيرادات. يبقى ده الأهم من زيادة النفقات، لأن زي ما أنتم شايفين النفقات العامة تقريبا شبه إيه؟ شبه ثابتة. طيب نشوف السلايد بتقول إيه. طبعا ده السلايد اللي بعدها ده تعليق على الشكل ده. عرض لك دلوقتي الإيرادات العامة والنفقات العامة بالمليار جنيه في آخر 10 سنين في مصر من يونيو 2010
ليونيو 2019 اللي هينزل اول، ده الايرادات العامه اللي هو باللون الازرق دوت، في يونيو 2010 يعني قبل ثوره يناير كانت 268 مليار. طبعا بدات اخذت في الزياده، لكنها الزياده الكبيره في الايرادات العامه بدات من امتى؟ من يونيو 2000 في السنه الماليه 16 17 طبعا بعد برنامج الاصلاح، هنا كانت 491 مليار، بقت 659 مليار، زادت ل 805 في يونيو 2018 ثم ل 989. يبقى واضح ان في زيادة في الايرادات العامة للدولة، كانت 268 قبل ثورة يناير، في يونيو 2010 بقت 989، يعني دخل على تريليون جنيه. لو نزلنا بالنفقات العامة هنلاحظ ان النفقات العامة هي في زيادة برضو، ولكن دائما وابدا النفقات العامة للدولة اكبر من الايرادات الايه العامة على طول، وبالتالي فيها عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. دي الايرادات والنفقات كايه بالارقام المطلقة، يعني بالمليار جنيه في اخر 10 سنين في مصر. طبعا ده السلايد دي بتعلق على الشيخ صادق. تعالوا بقى نتكلم عن اهم اسباب انخفاض الايرادات العامه. مش احنا لسه قايلين ان عجز الموازنه العامه للدوله يرجع اكتر الى انخفاض الايه الايرادات العامه. طب ايه بقى الايرادات العامه منخفضه ليه؟ اول سبب لانخفاضها هو ضعف الجهد الضريبي. ضعف الجهد الضريبي معناها عدم قدره الافراد على دفع الضرائب، يعني في انخفاض في متوسط دخل الفرد نتيجة لانخفاض الدخل القومي، وبالتالي معظم الناس بتدفع ضرائب أقل أو بيقعوا في الشريحة المعفية. السبب الثاني هو سوء توزيع الدخل. سوء توزيع الدخل معناه الناس غنية قوي أو فقراء قوي، ما فيش طبقة وسطى، الفقراء قوي ما بيدفعوش والأغنياء قوي بيتهربوا من الضرائب أو بطريقة أو بأخرى، وبالتالي عملية سوء توزيع الدخل دي لها أثر سلبي على الإيرادات العامة. التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، التهرب معناها إن الأفراد عليهم ضرائب ما بيدفعوهاش، لكن التجنب هو ما بيحاولش يمارس النشاط اللي عليه ضرائب. ثم كثرة إعفاءات ضريبية، كثرة الإعفاءات، هناك إعفاءات ضريبية كتيرة في القوانين، كل شوية يتعدل القانون ويدي إعفاءات جديدة، وبالتالي ده سبب من أسباب انخفاض الإيرادات العامة. ثم زيادة حجم القطاع غير الرسمي اللي هم الشركات أو الأفراد اللي بيعملوا ومش بيدفعوا ضرائب، مش مسجلين لدى مصلحة الإيه الضرائب. ثم آخر حاجة التخطيط الضريبي الدار من قبل الشركات دولية النشاط. الشركات المالتي ناشونال الكبيرة ديت بتعمل حاجة اسمها التخطيط الضريبي الدار، إن هي بتنقل أرباحها للملاذات الضريبية أو الدول اللي سعر الضريبة فيها منخفض. وتقرير البنك الدولي سنة 2015 قدر إن الشركات ديت اللي هي المتعددة الجنسيات ديت يعني 50% من الأرباح بتاعتها تم تحقيقها في ملاذات ضريبية سعر الضريبة فيها أقل من 5%. يعني عشان أديكم مثال عشان تفهموا الحتة ديت، إن مثلا لو أنا عندي شركة كبيرة في مصر هنا بتشتغل في مصر ولها فروع في دول خارجية، فمصر سعر الضريبة 22.5%، أقصى سعر الضريبة 22.5%، في دول أخرى سعر الضريبة فيها 5% مثلا أو مفيش أو سعر الضريبة صفر، فالشركات دي بتنقل الأرباح بتاعتها من الدول اللي هي مرتفعة فيها سعر الضرايب لدول تانية سعر الضريبة فيها أقل أو مفيهاش ضرايب أساسا، عشان تقلل الوعاء الضريبي الخاضع للإيه للضريبة بتاعتها. دي كانت أهم أسباب انخفاض الإيرادات العامة. لو اتكلمنا عن أهم أسباب زيادة النفقات العامة بقى، يعني في زيادة أيضا في النفقات العامة كرقم مطلق، لكن إحنا قلنا هي تقريبا كنسبة من الناتج تعتبر شبه إيه ثابت. أول سبب زيادة طبعا بند الأجور نتيجة لزيادة عدد موظفي الحكومة، طبعا عدد الموظفين في الدولة بيزيد فبالتالي الأجور بتزيد. زيادة بند الدعم، الدعم طبعا موجود في الموازنة العامة للدولة من سنين، وبالتالي الحكومة النهاردة شغالة على موضوع الدعم عشان تشيل الدعم دوت، عشان ده سبب من أسباب زيادة النفقات العامة للدولة، وإن هو أساسا المبرر من رفع الدعم إن هو لا يصل إلى مستحقيه، لأن معظمه دعم الطاقة، ودعم الطاقة ده بيذهب للأغنياء وبالتالي ما بيستفيدش منه الفقراء.
البند الثالث الفوائد او زياده فوائد الدين العام نتيجه لزياده حجم الدين العام نتيجه للعجز المتراكم في الموازنه العامه للدوله، وبالتالي ده هيؤدي لزياده حجم الدين العام سواء الداخلي والخارجي. طب لما حجم الدين العام الداخلي والخارجي يزيد فاكيد الفوائد عليه بتزيد. ويلاحظ ان الثلاث بنود دول الاجور والدعم والفوائد مسؤولين عن اكثر من 80% من الانفاق العام للدوله، حوالي 82% من انفاق الحكومه في مصر في الثلاث بنود دول الاجور والدعم والفوائد. عشان كده الحكومه لما بدات الاصلاح الاقتصادي بدات بالدعم، كان اكبر بند في الموازنه، والاجور عملت قانون الخدمه المدنيه عشان تسيطر على موضوع الاجور، وموضوع الفوائد الدين العام لازم نقلل عجز الموازنه الاول عشان الدين يقل. والتضخم، التضخم هو الارتفاع المستمر في الاسعار. طب التضخم ازاي بيزود النفقات العامه؟ لما الاسعار بتزيد بتضطر الحكومه تفرض او تنزل علاوه للموظفين او عشان تعوضهم عن غلاء الاسعار، وبالتالي ده بيؤدي الى زياده البند للاجور والمرتبات او زياده بند الدعم. السبب اللي بعد كده هو زياده الانفاق العسكري. طبعا احنا في مصر دلوقتي بعد ثوره 25 يناير والتهديدات الامنيه اللي تعرضت لها مصر، أدت إلى زيادة البند الإنفاق العسكري. البند اللي بعد كده زيادة الاستثمارات العامة. الحكومة دلوقتي لما بتعمل زيادة في الطرق والكباري والبنية التحتية اللي الحكومة بتعملها ديت بتخضع لبند أو بتصنف تحت بند الاستثمارات العامة، دي سبب من أسباب زيادة النفقات العامة في مصر. دي كانت أهم أسباب زيادة النفقات العامة في مصر. كده المحاضرة خلصت، هلخصها في دقيقة كده. المحاضرة بتقول إيه؟ المحاضرة بتقول إن فيها عجز هيكلي في الموازنة العامة للدولة، وإن في ثلاث مفاهيم للعجز ده. العجز هو العجز النقدي والعجز الكلي والعجز الأولي، دول الثلاث مفاهيم. وإن العجز في مصر قلنا عليه عجز هيكلي، ويرجع بالأساس إلى انخفاض الإيرادات العامة أكثر من كونه يرجع إلى زيادة النفقات العامة للدولة في مصر. واستعرضنا الإيرادات والنفقات العامة، واستعرضنا أهم أسباب انخفاض الإيرادات العامة للدولة، كانوا 6 أسباب، وأهم أسباب زيادة النفقات العامة للدولة برضو كانوا 6 أسباب. يبقى المحاضرة دي اتكلمت عن العجز ومفاهيمه وأسبابه. كده يبقى خلصنا المحاضرة ديت، وإن شاء الله نقابلكم تاني في المحاضرة الخامسة بإذن الله، اللي هي هتكون بعنوان زيادة حجم الدين العام، لأن مشكلة حجم الدين العام نتيجة للعجز. فالمحاضرة الجاية هتتكلم على حجم الدين العام للدولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.